رسمية، المهمة الرسمية أنتم تعلمون ما حدث من أحداث بالأمس من خوارج هذا العصر، والحمد لله القوات الباسلة وقفت أمام هؤلاء الطغاة، وكما عودنا ولاة الأمر أن المرضى والمتوفين هم أبناء للوطن وهم يقومون بواجباتهم. فاليوم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسمو وزير الداخلية كانوا في زيارة لتعزية لشهدائنا أمس، وفي زيارة لمرضانا الذين تنوموا في المستشفى، وهذا ديدن ولاة الأمر يحسبون حساب لأبنائهم ويسهرون على عملهم. واليوم كنت في زيارة للمرضى المنومين بالمستشفى وقلت لهم كلمة أدين الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة، قلت لهم نحن آمنين في دارنا وفي بيوتنا ومع أولادنا، وأنتم على خط المواجهة، نحن في الظل وأنتم تعملون بالشمس، دام عزك يا وطني، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يدحر هؤلاء ويرد كيدهم في نحورهم. ولهذا أعتذر منكم، وأنا متأكد أنكم قبلتم هذا الاعتذار بالتأخر لهذا اللقاء. الأمر الآخر، نحن نعمل في الشؤون الصحية منذ سنوات، وأنتم حقيقة الخط الأول الذي يلتقي فيه المراجع ويلتقي فيه المواطن، وأنتم تمثلون وزير الصحة في مواقعكم، فأقول لكم شكراً على ما بذلتموه من جهد نفخر به نحن في الشؤون الصحية. واليوم أنا أمثل المنطقة، فأنا أعلم ما الدور الذي يقوم به مدير المركز وما الدور الذي يكون عليه من الضغط بالعمل. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، نحن الحمد لله لحمة، لا يوجد بيننا إلا إخوة متلاحمين وأسرة واحدة. فباسمي وباسم زملائي المساعدين نقول لكم شكراً على جهودكم التي تبذلونها. الأمر الثالث، هذا اللقاء تأخر. نحن نعتقد أن هذا اللقاء من المفترض أن يكون لقاءً دورياً يجب أن نلتقي فيه ونتبادل فيه الأفكار، وتبدأون بطرح أفكاركم التطويرية، لأنه نعتقد اعتقاداً يقينياً أنكم أنتم أصحاب المبادرة لتطوير العمل في المراكز الصحية، ومن أثرها سيتم تطوير العمل في الشؤون الصحية بشكل عام، والذي نطمح إليه جميعاً لخدمة المواطن وخدمة المراجع في المراكز الصحية. ولكننا إن شاء الله تعالى نقول أن هذه وإن كانت الخطوة متأخرة، إلا أنها ستكون إن شاء الله ثابتة سنوياً، تكون في مثل هذا العام من كل سنة نجتمع نتبادل فيها الفكر ونتبادل فيها الخبرات، وتبثون همومكم وتسمعون أيضاً همومنا جميعاً. فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً ومرحباً، وبارك الله بجهودكم، وأقدم الشكر الجزيل لزملائنا بالمراكز الصحية البعيدة، فأنا أعلم علماً يقيناً أنهم تكبدوا مسائر السفر وهي مسافة بعيدة، ولولا حبهم لنا وحبنا لهم لم يتواجدوا بيننا، فشكراً لكم مرتين على زيارتكم وعلى وجودكم بيننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدام عز وأمن بلادنا. شكراً. شكراً دكتور صلاح على هذه الكلمات. وأقول إذا كان للأمن والسلام جنود، فنحن نقول أيضاً للصحة جنود، ونحن جنود الصحة. إذا تزامل علينا أن نراقب الله جل وعلا أن لا يؤتى أحدا في صحته من قبلنا، لذلك نحرص كل الحرص ونستعين بالله جل وعلا وما أوتينا من صحة وعافية إلى أن نخدم مرضانا على كل طاقة نبذلها، ولا ننسى أن نخلص في العمل في خدمة مريضنا لأقل حاجة
ننتبه إليها أن الله جل وعلا سوف يطرد عنا وعن أبنائنا وعن زوجاتنا وأهلينا ووالدينا الأمراض والأسقام، فنخلص. نشكر الزملاء مساعد المدير العام ومدراء الإدارات ومدراء القطاعات ومدراء المراكز الصحية على حضورهم هذا المنطقة الأول، ونسعد بلقائكم ومقترحاتكم وآرائكم، ونشكر الزملاء الذين تكبدوا عناء السفر من مراكز بعيدة في هذه الليلة. طبعا لا يخلو أي عمل من أي ملاحظات وسواء فنية أو إدارية، ولكن الاجتهاد أحيانا يمكن يصير فيه خطأ أو صواب. والزملاء أتوقع أنه على كفاءة إدارية وفنية مدراء المراكز الصحية. منهم على بعض مدراء المراكز أو على العمل بأداء المراكز الصحية، وهي الإدارات كما قلت المتابعة وإدارة الطوارئ وإدارة المراجعة الداخلية. المحور الأول كما قلت أنه اللي أرى أنا حسب رأيي اللي عنده طرح يحتاج أن الدكتور صلاح يتناقش معه، فأنا أأمل أنه يأجله ويفسح له المجال بحال وجود الدكتور صلاح. المحور الثاني الآن نبي الزملاء يكون فيه مايك يمين ومايك يسار لإعطاء يفسح المجال لبعض الزملاء مدراء المراكز، أرجو أن يكون بكل شفافية، ما عندنا شيء يعني لا نرغب ظهوره، بالعكس أي ملاحظات على أي إدارة من الإدارات أو على إجراء معين أو على طموحات يطمح لها مدير المركز الصحي سواء في إدارة مركزه أو في أداء العمل أو الإجراءات المالية والإدارية، أنا أتمنى أن نكون شفافين. وترى بساط أحمدي وخذوا راحتكم برا، الزملاء مستعدين لأي استفسار أو مقترح. ومنهم الأستاذ مساعد غازي مدير مركز صحة الرفيع الغربية، وأستاذ خالد بدر مدير مركز الصحة محلاني، وأستاذ محمد مساعد حجر غزاي مدير مركز الصحة الطرفاوي، والأخ محمد مناور مساعد مناور مدير مركز الصحي عرب جام، وجميع الأخوة الذين يتواجدون معنا الآن. أنا موضوعنا في وهو بعدة أسباب هناك إنهاء لعقود من قبل منقولات إلى مراكز، هناك إنهاء للعقود من قبل الممرضات بسبب نقلهن إلى مناطق بعيدة، بالتالي هناك سعي لبحث البديل. قد وعدتنا إدارة التمريض على الأسبوع القادم تكون هناك حلول للمشكلة. شكرا. العالم الكبير بالنسبة لموضوع تصحيح الملكات، في خطة هذه تقريبا لنا سنة تقريبا للتعاون مع المساعدين ومدير المشروع الصحية. احنا نسعى انه كل مركز يكون ملاكه وموظفين موجودين على حسب الملاك، هذا يتيح هذا يقلل لنا من النقل، وحتى يكون مدير المركز بحيث انه يكون له ما ينقل منه احد الا هو عنده الا بنظام، لانه حيكون النقل كانه نقل الكتروني من داخل المركز الى المركز. انا مركز صحي الفيلي ابعد 75 كيلو عن اقرب مستشفى، حوادث شبه يومي، خمس طرق تؤدي لنا، تسع قرى خلفنا، اغطي مراكز ثانيه، يقول لي ما عندي تغطيات، لو ابي ممرضه لو ابي. جميل جدا نلتقي باخواننا في المراكز الصحيه ونسمع من معاناتهم الحقيقه، فمر علينا من نقطه التبعيه نوضح نقطه التبعيه للامداد. بالنسبة لنا بالإمداد كاسرين حاجز التبعية، يعني جميع مدراء المراكز يخاطبوننا مباشرة، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. يخاطبوننا مباشرة سواء بالأدوية أو خلاف. كلام سليم. فهذا بالنسبة ما يخص الإمداد فعل إمرجنسي حالات طارئة حالات كذا لا تستدعي التبعية الإدارية لتعيق العمل. هذا ما يخص. من عام تقريبا 20 أو من عام 21 نزعت هذه التبعية وباستئذان كذلك من إدارة الرعاية الصحية الأولية والتنسيق معها، خوفا من هذه النقاط التي تعيق وتؤثر على. أولا عندنا دعم الأجهزة الحديثة المخبرية في المختبر. اثنين إنشاء مراكز، إنشاء مركز أسنان مرجعي، يكون هناك مراكز أسنان مرجعي مثلا عند بعض المراكز الآن فيها زي ما تكلم قبل بعض الأخوان قبل شوي
انه موجود جهاز الاسنان بس لا يوجد طبيب. يدفع فيه من الشؤون الصحيه اي مبلغ. وهذا جهود من الاخوان داخل المركز. ذاتيه من المركز. من المركز، من الشباب اللي معي بالمركز. زين الى الان وانا احس بعد خطاب قبل فتره ابي تحسين بسيط زين ومدير القطاع، مدير القطاع حول على الشؤون الصحيه الى المركز.